بالعودة للمباراة، نفط ميسان تحدثنا عن مشكلة الميناء، لكن بالمقابل نفط ميسان يقدم مستويات ونتائج مميزة دكتور. فعلا نفط ميسان يعني هذا الموسم أنا من خلال مشاهدتي كل مباراته يقدم مستوى يعني مستوى اللعب الجماعي وعلى المستوى الفردي، وامتلاكه بعض اللاعبين عندهم حلول ممتازة مثل اللاعب السوري علاء الدين. صحيح. هذا اللاعب ممتاز يعرف الطريقة، وهذول هداف الدوري الآن، هداف عنده هاتريك على الطلبة وعنده هاتريك ست اليوم أهداف على عنده. نعم. ست أهداف عنده وهذا شيء ممتاز. أنت متى ما يعني وجدت هذا القناص هو اللي يرفع من درجاتك ويجيب نقاط الممتازة، يعني أنا كثير من الفرص اللي تصير عند فرق كثيرة من الأندية لكن ما عندنا اللاعب الهداف، وعنده لاعبين كثيرين يعني شباب، وعنده بنيامين وعنده أكرم، هذول المستقرين يعني فريق مستقر على كثير من اللاعبين نفسهم ويقدمون يعني أداء جيد أنا أعتبره. فضلا عن تواجد هيثم شبول وما يقدمه مع الفريق للأمانة، يعني فعلا يعني الرجل يعني احنا ما نبخس حقه يعني ده يقدم مستوى جيد، والفريق قلت لك مثل الإدارة يعني هي ساند الفريق واستقرار يعني جيد، وحتى على ملعبهم اليوم اللي كان يعني يمكن يعني طرز بإطار حلو يعني ما عايدين تصليحه. زين، خلي نوصف وصف دقيق لاستلام حسن أحمد مهمة